بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. Learn Tajweed the easy way, lesson 35B, in which we will practice Surah Quraysh with Qari Muhammad Jibri. Let's take Tajweed tip number 35. Practice for a short amount of time every day. It can be 5 minutes, but be consistent. If you don't have time, you can do it while walking, driving, or doing household work. Let us start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلاف قريش لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. That's it. جزاكم الله خير والسلام عليكم. Please visit understandquran.com for our courses on read al-Quran, learn tajweed and understand al-Quran and for one-to-one learning. جزاكم الله خير والسلام عليكم.